اسمك ايه؟ موسى زكي رافع. مين؟ موسى زكي رافع. ايه رايك؟ معقول كويس. قولي لي ساره، ايه رايك في هايدي؟ المهم رايك انت. انا قصدي كصديقه. صديقه؟ اقعدي ساره. اسمعيني، انا امر هايدي يهمني جدا، لكن فرق السن اللي بيني وبينها يمنعني اني اوصل لها. انا كان نفسي اكون قريبه منها، اسمعها وافهمها وشاركها افراحها وحزنها. للدرجه دي؟ انا عاوزه اعرف ايه اللي في مخها بالظبط. عشان الموضوع ال 12؟ لا، عشان حاجات كتير قوي. ايه المطلوب مني بالظبط؟ شوفي يا ساره، انت سنك تقريبا من سن هايدي، يعني وصولك ليها هيكون اسهل من وصولي انا ليها. مش فاهمه. انا عاوزاكي تقربي منها وتصاحبيها وتفتحي لها قلبك، او حتى تتظاهري بكده، وده هيشجعها ان هي كمان تفتح لك قلبها وتحكي لك على كل اللي جواها. وانا اقوله لك ساره، انت مش يهمك مصلحتي؟ اكيد. طيب، انا بعمل كل ده مش عشاني لوحدي، عشانك انت كمان، لان انا لو اتعرضت للخطر وظيفتك هتبقى في خطر. ده اكيد. يبقى تنفذي كل اللي بقولك عليه وتصاحبي هايدي. عرفت المطلوب ادي عيفني. تماما معلمة. ما تنساش الشربات، اتوزع الحتة كلها صغيرها قبل كبيرها. قول لهم ان المعلم متولي سيد المعلمين كلها، خطب الست تفاحة بنت اكبر تاجر جلود في مصر عشان نكيد الاعادي. فل الفل يا ملك الاحذية، او كده نكيد الاعادي بحقه وحقيقي. طب يا سارة، اول مرة يعني اشوفك هنا. الشغل مش مديني وقت لكده ولا لأي حاجة. تتصوري لحد دلوقتي ماليش صديق؟ ببقى نفسي احيانا اتعرف على حد، اخرج معاه، اكلم معاه في همومي. سارة انت جاي هنا ليه؟ قصدك ايه؟ قصدي انها غريبة قوي انك تيجي برولة الصبح في الميعاد اللي تعودت اخد فيه قهوتي علشان تكلميني عن همومك ومشاكلك. سارة انت عايزة تصاحبيني؟ ده يبقى شرف ليا هايدي. ده يبقى شرف ولا نجاح؟ هايدي انا. اسمعي بقى، انا مش صغيره ومش بسيطه زي ما انت صنطة فاكرين، وانا فاهمه اللي بيحصل حواليا كويس وكويس قوي. بس اكيد انت فاهمه غلط. لا انا فاهمه صح. بلغي تحيات لرئيستك صنطة، وقولي لها ان هايدي اذكى من انه يتلعب عليها العاب ساذجه وسخيفه زي دي، والمره الجايه لو عايزه تلعب تلعب كويس، يا اما هتخسر قوي. هضطر استأذن بقى عشان الحق اوصل لمقالي دلوقتي. يعني فشلت يا سارة؟ انا حاولت، لكن مدموزيل هايدي كانت عصبية وعدوانية جدا. اكيد اثرتي شكوكها. ابدا، اقسم لك انك كنت طبيعية جدا، لكن هي اللي فهمت على طول. طيب يا سارة، اتفضلي روحي على مكتبك وانا هتصرف وهشوف حل تاني. اقدر ادخل؟ اهلا اهلا ادون رفيف، اتفضل. انا جيت حسب الميعاد، لكن للاسف ما لقيتش حد في مكتب السكرتاريه. ده مكتبك ادون رفيف؟ ازاي صحتك دلوقتي؟ احسن كتير سمعتها. انا سمعت انك انت رحت رحله استشفاء لاوروبا. ازاي يا راجل تختفي كده من غير ما تقول على الاقل كنا نطمن عليك؟ الحقيقه انا ما بحبش ازعج حد بمشاكلي. لا ما تقولش كده ادون رفيف، ده انت راجل مجامل، وبعدين في ناس كتير قوي في اسرائيل مهتمين لامرك. متشكر سوناتا، ده شيء متوقع منك. اسمحي لي نتكلم في الشغل. اكيد هتسالني عن مشروعات سينا. طبعا، هو في غيرها؟ يا ترى اخبار الموافقات ايه؟ لسه ادون رفيف، الحقيقه الموافقات العسكريه دي بتاخد وقت طويل نسبيا. طب يحددونا الاماكن غير العسكريه عشان نبدا نشتغل؟ صعب صعب ادون رفيف، لأن في معلومات لا يمكن نحصل عليها إلا إذا كنا داخل المؤسسة العسكرية نفسها. أكيد أكيد سوناتا.
بلا رجاله. الراجل المجنون ده عشان يغيظنا. يغيظنا احنا واحنا مالنا؟ راجل مجنون وعايز يتعالج، ربنا يشفي يا رب. يا رب يا اختي. مطلوب مننا اليومين دولت ان احنا نكسر جهودنا على الجبهه المصريه والسوريه، المصريين بالذات بيحاولوا يقضوا صفقات اسلحه كبيره قوي مع السوفييت علشان يعوضوا خسائر جيشهم في سيناء. عايزين نعرف بقى اسرار الصفقات دي ايه؟ انواع الاسلحه واعدادها وكمياتها وقوه نيرانها. احنا عندنا عميل بالفعل في ميناء اسكندريه يا جنرال. مش كفايه عميل واحد، مش كفايه. قاعده المعلومات بتقول مصدرين على الاقل لتاكيد المعلومه، ومفيش معلومات سمعيه. احنا هنحتاج عيون كتيره قوي جوه مصر، جوه المواني والمطارات، في قلب الجيش المصري ذات نفسه. هنعيد تنشيط مجموعه جاك جنرال؟ لا مش كلهم، العناصر اللي احنا محتاجينها للمهمه بس. ايه في ايه؟ اسف جدا جنرال، لكن جيفيت سوناتا هنا ومصرات قبلك فورا. سوناتا دلوقتي؟ تؤمر بيه جنرال؟ خليها تتفضل. انا عارف سوناتا ما دام عايزه تقابلني يبقى مش هعرف اتكلم معاك ودقيقه واحده. ازيك؟ اوامرك جنرال. راجع على كشف الترشيحات اللي بعته جاك من مصر. وانت يا حنين، عايز تقرير عن المعلومات اللي جات لك من اسكندرية. أمر يا جنرال. بعد ما هشوف سوناتا هنرجع تاني لك تمام. اتفضل. قريته؟ الحقيقة لا، أنا أصلا كنت مشغول أوي اليومين دولت، مباراش جرايد. إيه؟ لسه حد بيكتب عنك؟ المرة دي هايدي يا جنرال. هايدي؟ مالها؟ بقت صحفية، مبروك. مش معقول. لا، هايدي خليته معقول. هايدي بقت صحفية في جريدة مختاف، أكبر جريدة معارضة. ازاي تكتب كلام زي ده؟ أنت لازم تاخد موقف يا جنرال، لازم تتصرف. البنت دي تمردها بقى أكتر من اللازم، كده هتسيء لينا كلنا. حطتني في موقف محرج جدا. عشان كده لازم تتصرف وتحط حد للي بيحصل ده. يعقوب، يعقوب أنت فين يا يعقوب؟ أهلا 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 بديع. ايه يا حبيبي؟ احنا مش قلنا لما نتقابل بره ما يبقاش فيه اسماء؟ يعني لازم نتقابل في حته خاله زي دي؟ ما نتقابل في اي قهوه في وسط البلد وخلاص. عملت ايه؟ ده كل اللي نقضته المره دي. مش كفايه يا حبيبي، مش كفايه. المره الجايه لازم تجيب لي قد ده 10 مرات. التجاره شطاره، وعشان كده لازم اعرف دبة النملة في المينا. مفهوم، بس انا عايز اكتر. ايه يا حبيبي؟ ما سمعتش. انا عايز 50 جنيه حتة واحدة. اشمعنى؟ بصراحة بقى الموضوع مش جايب همه. ليه يا عبد البديع؟ ليه يا حبيبي؟
هو انت بتاخد كام في المينا؟ 17 جنيه ونص، بس انا بيطلع لي بتاع 30 جنيه يعني على الاقل. وانا بديك كام؟ 40، بس انا عايز 50. ماشي يا حبيبي، بس المره دي يعني هتمضي لي على ورقه صغيره كده. ورقه ايه؟ وصل امانه يعني؟ لا يا حبيبي، وصل امانه ايه؟ لا لا لا، ده وصل صغير بيقول يعني انك خدت مني المبلغ ده. اصل انا مش لوحدي، انا عندي شركه يا حبيبي، ودي فلوس ناس. امضي لك كده، يبقى اديك عينيا يا حبيبي. دي كل الاوراق بتاعتك اللي ورثتها عن والدك زكي رافع واللي رجعت بيها من طنجة. بالنسبه للجوازات والجمارك انت وصلت امبارح بالليل، والاوراق الرسميه بتؤكد كده. حتى لو حب حد يتحرى عنك مش هيوصل غير للي احنا عايزين يوصل له. تمام. طب وعمتي استر ساكنه فين؟ يعني مش فاهم. دي عمتك يا موسى، اسال عنها ودور عليها لحد ما تلاقيها بنفسك. لازم كل حاجه تمشي طبيعي. يعني ما استناش مساعده منكم ولا ايه؟ المرحله دي انت هتتصرف فيها لوحدك. اسأل على عمتك ودور عليها في الشوارع، في المحلات، في المعبد. عايز تدور على شغل دور، ودور على سكن برضه. أنا عايزك تمارس حياتك بشكل طبيعي في ظل الظروف اللي زي دي. فهمت. الآن يا موسى؟ ده شعور طبيعي وإيجابي وبيحمي أمنك وسلامتك، ده اللي احنا بندور عليه فعلا. دلوقتي إن شاء الله على الفجر كده هنسافر اسكندرية، وأول ما تحط رجلك هناك هيبدأ دور موسى زكي رافع فعلا. خد بالك من نفسك. افهم ايه ده؟ مقال ده بيتكلم عن ايه؟ عن السلام، عن ضرورة التعايش مع الدول اللي حوالينا بدل ما نحاربها. انت ازاي تكتبي كلام فارغ زي ده؟ دي وجهة نظري وبعبر عنها. الشكل ده في جريدة معارضة؟ انت كده بتحرجيني. بحرجك ليه؟ انت حر في رأيك وانا حرة في رأيي. مش بتقولوا ان اسرائيل بلد ديمقراطي؟ خلاص زعلان ليه؟ اسمعي لما اقولك، انا ما عنديش استعداد ان انا اخسر مكسب من المكاسب اللي انا كسبتها بعرقي وبدمي علشان خاطر بنت مجنونه، بنت مش قادره تعدي فتره المراهقه. يمكن اللي انت وصلت له بعرقك، لكن مش بدمك، بدم غيرك. قصدك ايه؟ لا، اذا كانت ذاكرتك ضعيفه افكرك بحرب 48 ودير ياسين والاسر المصريين في 56 و67. فاكر عملت فيهم ايه يا جنرال؟ ولا الدم الكتير حاجه بذاكرتك؟ انتي مالكيش دعوه بالحاجات دي خالص. امال ليا دعوه بايه؟ من اللي تقولولنا عليه وبس. انتي مواطنه اسرائيليه، يعني ولائك في الاول وفي الاخر لازم يكون لاسرائيل. انا مش قادر اتصور انتي بتفكري ازاي، مع انك من الصبره اللي اتولدوا هنا في اسرائيل. والجيل اللي عايز يعيش في اسرائيل برضو، ما تنساش كده. ما انا مش ناسي، أنا وظيفتي إني أنا أأمن لك الحياة هنا في إسرائيل. أنهي حياة؟ طول الوقت بتتكلموا عن حياة إسرائيل وأمن إسرائيل واستقرار إسرائيل، ما بنشوفش منكم غير الحرب والخراب والموت. الحرب هي اللي صنعت أمن إسرائيل. مفيش حرب بتصنع أمن، الحرب ما بتسيبش وراها غير الخراب والدمار، ما بيروحوش من القلوب. كلمي بقى كلام المعارضة اللي خربت عقلك. لا، ده كلام العقل اللي مش عايزين تسمعوه أنتوا في إسرائيل. اسمعي يا هايدي، كل الكلام اللي انت بتقوليه ده ملوش اي معنى عندي. انا اتولدت وكبرت وعشت عمري كله وانا مقتنع ان السلام بيننا وبين العرب مستحيل. الحرب هي الوسيله الوحيده للتفاهم بيننا. لازم نضربهم ونضربهم جامد علشان يسمعونا. والعكس برضو. يعني ايه؟ يعني هم كمان لازم يضربونا علشان يسمعوا. العرب يضربونا. العرب عمرهم يقدروا يضربونا. مين يعرف؟ انا عارف. دلوقتي عايز اجابه واضحه ومحدده، هتبطلي تكتبي المقالات السخيفه بتاعتك دي ولا لا؟ لا.
منطقه الابراهيميه، واكتر من كده معرفش. وكده كفايه جدا. تشكك انت. لازم يدور عليها ويتعب ويتوخ زي ما كان موسى الحقيقة هيعمل لو جه يدور على عمته. ايوه بس اسكندريه كبيره ودي مساله مش سهله. دي ست وحدانيه، مفيش حاجه محدده تدل عليه. لازم يلاقي وسيله منطقيه يا حسن. بعدين ما تنساش اننا في المرحله دي بنحاول نزرع عمر وسط مجتمع يهود اسكندريه المحدود، وده امر مش سهل. لازم نمشي صح. لو دور كويس هيلاقيها. ايوه افتكرت ان الست قست ساكنه في الحاره اللي بعدين حضرتك. لكن ان شاء الله هي الحاره دي؟ اللي بعدين ان شاء الله. رافع ساكنة هنا؟ ولا مؤاخذة حضرتك مين؟ أنا موسى ابن أخوها. إيه؟ الأستاذ موسى ابن أخوها؟ أنت بتتكلم جد؟ اتفضل الست إستر ساكنة في البيت ده. اتفضل اتفضل. شك التليفون يا معلم. تحت أمرك يا زيور. يا معلم يا معلم، أنت عارف مين ده؟ مين يا معلم؟ مش هتصدق. ألو أنا مدحت، السمك وصل. حسن يا حسن، عمرو قابل إستر. عظيم، ومالك منفعل قوي كده ليه؟ المواجهه الاولى مع استر، يا اما هتقبله باعتباره ابن اخوها يا اما هترفضه. صباح الخير. جرى ايه؟ ما تهمل بقى، كفايه منها واحده. هو انا طرشه؟ هي كهربا ببلاش. ازيك يا عمتي؟ بتقول ايه؟ عمتك لا حول ولا قوة إلا بالله. حد يصدق يا عالم؟ دي حاجة ولا في الخيال؟ هو في إيه يا أخويا؟ يا الإسعاف دي جاية لمين؟ للست إستر. إيه يا مريم؟ نغور في 60 ده هي كل اللي زيها. عمتي 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 سكة، افتحوا لنا السكة. ماله حصل إيه؟ مفيش، أنا لسه بقول لها إزيك وقعت من طولها. ليه عملت لها إيه؟ ولا حاجة، سلمت عليها بس. بس كده؟ بعد إذنك. ايه في ايه؟ احنا اسعاف يا حاج، وجايين عشان حضرتك. اسعاف؟ مين اللي جاب الاسعاف؟ ما انا كويسه اهو، هي فلوس وخلاص. ده مجاني يا حاجه، مش شغلي. موسى موسى موسى، انت فين موسى؟ انا هو يا عمتي. تعال 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 يا محمدك، تعال في حضن عمتك يا ابن اخويا. تعال تعال، خلينا نتملى منك اهو. كده بقى يا فؤاد، عمرو قدر يزرع نفسه وسط المجتمع اليهودي في اسكندريه. لا لسه،
اللي حصل ده عامل زي استقبال الجمهور للممثل اثناء فتح الستار، انما العرض الحقيقي لسه ما ابتداش. بقول لك يا فؤاد، هو انت كان نفسك زمان تطلع مخرج؟ ولما جه وسالني عنها انا ما كنتش مصدق نفسي، قلت له انت موسى؟ قال لي الله، وانت عرفتني ازاي؟ وبعدين يا جماعه رح ايه؟ خلاص بقى، ما احنا هنمضوها راغي ولاد وعدن، وما لناش شيله غير موسى وشيله موسى. هو دي حاجه مش بسيطه يا معلم، طول عمرنا بنسمعه ان الولا موسى ده هيجي ويجيب لها حقها، وعمرنا ما صدقنا ان دي الحقيقه. حقيقه ولا مش حقيقه؟ هو كان يعني هيغرف ويدينا اهو يهودي اتن على يهودي وقلب لا تحزن. بس شفتم يا جماعه الست استر قابلته ازاي؟ دي من فرحتها عقلها طار. ده والمرسى ابو العباس انا اول مره اشوفها بتشتري قطه من عند حسن الفرارجي. لا يدفعوها بالسم الهادي، هما الاثنين قادر يا كريم. كل اصلط اصلط، ما تندخش اصلط. ده انا جيت واكل البسطه كلها بألف هنا وشفا، مطرح ما يسر يمري. كل يا والا ورم عظمك، ده انت راجع عدمان وخاسس ومقسد كمان. وانت كنت شفتيني فين بقى قبل كده؟ ازاي يا والا؟ طب ده انا مربياك لحد ما بقى عندك سنتين قطعيه واحده. بلك يا موسى وانت صغير يخت عليك وعلى جمالك، كان وشك كده اهو وخدودك مربربه. بس ده من زمان قوي يا عمتي. الله، وحشتني الكلمه دي عمتي، طالعه من بقك زي السكر. يا موسى، يا ده انا كنت مستنيه رجعتك بفارغ الصبر. يا حبيبتي وانا ياما دورت عليكي. اه، كله من ابوك النتن وعنده، عشان قال ايه؟ انا ما رضيتش اهاجر معاكم وما رضيتش اديله العقد، فتقمص وما ردش على جواباتي، جاته ست النصيبه. ما هو انت يا عمتي ما كنتيش بتكتبي عنوانك في الجوابات. انت ايش عرفك؟ الجوابات كلها معايا. يا اخويا سيبك من الكلام ده، المهم رجعتك ليا بالسلامه. يا حبيبتي وانت احكي لي عامله ايه وعايشه ازاي؟ عايشه كويس؟ كويس بلا وجسة، عشان متهانة ومتمرمطة، وكنت مستنية رجوعك عشان تاخد لحقي. خد لحقي يا موسى. حقك؟ ازاي؟ احكيلي يا عمتي. رجع؟ معقول؟ أنا استغربت زيك كده في الأول، بس رجعت وقلت طب وفيها إيه؟ ما في الدنيا ياما بيحصل. وإيش عرفنا إن هو موسى؟ إستر عرفته. عرفته ازاي بقى وهي ما شافتوش من وهو عيل صغير؟ معرفش، اكيد قلبها حس بيه. بطلي كلام فارغ، احنا مش في فيلم عربي. امال يعني هيكون مين بس يا يعقوب؟ اي حد، اي حد عايز يتدس ما بيننا وخلاص. وهيتدس ما بيننا ليه؟ حيلتنا ايه بقى؟ ده الكلام اللي بنقوله للناس علشان نكسب تعاطفهم ونبعد مخهم عننا، لكن الحقيقه بقى استر عندها اللي يستاهل. واستر عندها ايه يا حصر؟ العقد. العقد؟ انت تفتكر الجدع ده جاي عشان الحكايه بتاعت العقد دي؟ قولي لا، موضوع العقد ده يا رشيل كان موضوع كبر قوي وتعرف للمنطقه كلها، والناس كلها كمان عارفه انه لسه مختفي لغايه دلوقتي، وكلام استر عن ابن اخوها اللي نفسها يرجع برضه معروف للكل. ده ممكن يشجع اي نصاب انه يعمل موسى ويخش البيت بقى ويدور براحته. طب والعمل؟ سيبيلي الموضوع ده يا رشيل، انا مش هيهدالي بال الا لما اجيب قرار. حاضر. انت مساء الخير يا هايدي. ايه اللي جابك؟ دي مقابله تقابل بيها ضيفه بتدخل بيتك اول مره. ما افتكرش اني دعيت حد البيت المتواضع، خصوصا سوناتا العظيمه رئيسه اللجنه الاقتصاديه في الكنيست. سبت البيت ليه يا هايدي؟ امر ما يخصكيش يا سوناتا. لا، ده يخصني قوي قوي. طب قوليلي بقى انت ازاي يخصك؟ كل شؤون حياتك تخصني، لانك زي بنتي. وده يديك الحق انك تتدخلي في حياتي؟
حياتك كلها تهمني اكتر ما تهمك يا عادي. انا ربيتك من صغرك وبخاف عليك قوي. عليا ولا على نفسك؟ على نفسي. ايوه على نفسك. اللي جابك ولا خروجي من البيت ولا استقلالي بحياتي، اللي جابك المقال اللي كتبته عن لجنتك الاقتصادية. لا مقالك ولا ألف مقال زيه يحركوا سوناتا فرد من على كرسيها أو مكتبها. ولما سوناتا عظيمة وقوية كده، ليه شغلة نفسها بهايدي البنت البسيطة العادية بتاعت السلام دي؟ اسمعي يا هايدي، كل اللي بتفكري فيه ده مش ممكن يحصل أبدا. طبعا طول ما العقول زيك هي اللي بتحكمنا. بقولك يا هايدي، أنا مش جاية عشان أناقش أمور السياسة المتطرفة بتاعتك دي. متطرفة؟ شوفي فليكن، اللي بيحصل ده مش هيبقى في مصلحة الجنرال خالص، ولا هيبقى في مصلحة إسرائيل كمان. ودي بقى مش سياسة؟ عموما أنا حذرتك يا هايدي. أعتبر ده تهديد؟ اعتبريه زي ما تعتبريه. خلاص مفيش داعي تعمل كده يا جنرال، وظيفتك الجديدة مفيهاش تحية عسكرية إلا قدام بطل إسرائيل الأول. إحنا كلنا هنا لازم نرفع إيدينا بالتحية العسكرية. بمناسبة الكلام عن العسكرية، عايزك تقرأ وتسمع الكلام اللطيف اللي مكتوب هنا. آلة الحرب الدائرة إلى أين؟ يتحدث قادتنا كثيرا عن أمن إسرائيل واستقرار إسرائيل والحدود الآمنة لإسرائيل، ومن أجل هذه الأهداف التي تبدو عظيمة في نظر وسمع شعبنا، أطلق القادة آلة الحرب الجهنمية. أطلقوها أولا للحصول على وطن آمن، ثم للحفاظ على ذلك الوطن، وبعدها لتأمين حدوده، ثم للتوسع. ومن يدري بأية حجة سوف يطلقونها غدا ونحو أي هدف، ولن يهم لحظتها ما هو الهدف. فالمبرر دائما موجود: أمن إسرائيل واستقرار إسرائيل. وكلام سخيف من عقل تافه ما عندوش أي فكرة عن قواعد الأمن ولا وجودنا في وسط خضم من الأعداء والأحداث. والمفروض إن إحنا نتجاوز عن كل ده علشان ندي صورة جميلة عن الديمقراطية في إسرائيل. لكن فيه مشكلة واحدة: التوقيع في نهاية المقال باسم هايدي هاير. الحقيقة يا فندم، الحقيقة انك مش قادر تسيطر على بنتك. مش فاهم ازاي راجل بالضعف ده يبقى مسؤول عن امن وسلامة اسرائيل كلها. مسألة مش مسألة ضعف، انما يعني انما ايه؟ المفروض انك انت دلوقتي بتدير اخطر جهاز امني في اسرائيل، وبتتابع اقوى شبكاتنا في الشرق الاوسط. ازاي في وسط كل ده تظهر في بيتك مشكلة زي دي؟ أوعدك يا فندم إن المشكلة دي هتتحل في أقرب وقت وبأي تمن. ما ينفعش يا عبد البديع، قلت لك ما ينفعش. طب اشمعنى؟ ما كل مرة بينفع، وبعدين المعلوم جاهز وتمام زي كل مرة. هو أنا مستغني؟ قلت لك ما ينفعش لأن التوقيع بتاعي مبقاش ليه أي لازمة. يعني إيه؟ يعني الراجل الجديد بتاع مصر هو اللي في إيده كل حاجة. ملوش نظام، وهو من يوم ما جه ومنشف الدنيا علينا وقفل الحنفيات وموتنا من الجوع والعطش. وبعدين بقى صباح الخير يا خواجه. صباح الخير يا حبيبي. ايه بيزوق من الشغل ولا ايه النهارده؟ لا انا مستأذن ساعه بس، عايز يعقوب افندي في كلمتين. والكلمتين دول ما تقولهمش الا هنا؟ ايوه يا خواجه، مش بنتكلموا في الشغل. خلاص يا حبيبي، اهو عندك اهو، اشبعوا ببعض. اهلين يا استاذ اشرف. لا اهلا وسهلا. اسمع بقى، انا مش قادر على الموضوع ده. اني فيهم حكايه المينا والسفن الروسي، انا بصراحه مش مستريح للموضوع ده. اشمعنى؟ فيها زي التجسس كده، واني بصراحه مش مستعد اخون بلدي ابدا. مش مستعد ليه؟
كهكه قوي كده على ايه؟ الاستاذ اشرف قال نكته انما تهلك من الضحك. وفيها ايه بس نكته يا عقوب؟ مساله خيانه البلد دي فعلا نكته تهلك من الضحك. وايه اللي فيها يضحك؟ هو انت مش واخد بالك ان ده ما يفرقش كتير على اللي انت بتعمله؟ عن السرقه، تزوير المستندات، تهريب البضاعه من الجمرك، ولا ده شرف على الاخر؟ ومساله تفتيح العينين دي هو اللي خيانه. اصل المبلغ قليل مش كده؟ شوف يا حبيبي، احنا لا بنتجسس ولا زفت، ده بيزنس شغل هناكل منه عيش. وعموما انا هديك 20 جنيه عن كل معلومه تجيبها من المينا، ايه رايك؟ بس يا حبيبي اطمن بيهم واصلها. حاضر. اما بقى يا حبيبي موضوع مصر ده فانا هعتبره اوفر تايم، يعني مكافاه مستقله. انا مش شايف ان ليها لازمه خالص. لو انت عايز تصاحب الواد اللي اسمه خالد ما تصاحبه انت. لا يا بورا، مش انا اللي هصاحبه، انت اللي هتصاحبه. وليه انا؟ لان ما ينفعش يعملوا عنه تحريات لو حب يخش الكليه الحربيه مثلا ويلاقي صاحبه يهودي. انا كده فهمت. كويس يا اشرف انك ابتديت تفهم. خلاص يا عقوب اشوفك بالليل. لا، في ايه يا عقوب؟ احنا مش هنتقابل غير مره واحده في الشهر ومش هنا. امال فين؟ في المكان اللي انا هحدده لك. ماشي. واسمع، ما تقطعش عن هنا مره واحده، تيجي مرتين ثلاثه للخواجه موريس، وبعد كده تدب معاه خناقه وتقول انه كل عليك فلوس. مفهوم؟ مفهوم. سلام يا عقوب. سلام يا اشرف. غبي. ايه يا عز؟ ازاي الجماعه فوق؟ وازاي مها؟ والله يا ماما دي صعبانه عليا خالص، ما بقتش مها اللي اعرفها، لا بتخرج ولا بتقابل حد. مين يصدق ان دي مها اللي ما كانتش بتبطل مقاوحه؟ عشان عمرو برضو. هو في غيره؟ والله البنت صعبانه عليا قوي يا طلبه. احنا ما بقيناش مستحملين، ما تشوف لنا حل يا اخويا. وانا اقدر اعمل ايه بس يا كريمه؟ يعني ايه؟ يعني انا لو جرالي حاجه ما اقدرش ابلغ ابني؟ لازم في طريقه. هم اللي في البعثات دول مش ليهم عناوين برضو؟ طيب خلاص 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 يا كريمه، انا بكره الصبح هروح اداره البعثات واسال على عنوانه ونطمن عليه، وربنا يعمل اللي فيه الخير. الو. ايوه مين؟ اهلا. اهلا يا حاج. ازيك يا حاج جمعه؟ لا انا خالد. ازي الحال؟ لا ما انا باجي 3 ايام بس في الاسبوع، الثانويه العامه بقى انت عارف. اؤمر يا حاج. اتفضل يا سياده اللواء، ده حقك في عمليه الكبال اللي احنا عملناها. ما تخليها، الشغل محتاج سيوله. السيوله الحمد لله كتير والشغل ماشي، وربنا يبارك لك في ابنك خالد، شايل الشغل شيل. وبعدين برضه لازم تدوق من حلاوه المحل، مش كده ولا ايه؟ ايوه كده برضه. مالك يا ست اللواء؟ سرحان في ايه؟ عمرو وحشنا يا راجل. ايه انت اللي بتقول الكلام ده؟ اياك نسيت لما كنت بتقعد في المعسكر شهور ولو حد اعترضك بتزعل على طول؟ لا ما نسيتش، بس قلب الاب بقى شكري. بعدين ده في بعثه مش عجبنا. ربنا يجيبهولك بالسلامه. يا رب يا شكر يا رب. عموما انا بكره هروح اداره البعثات عشان اطمن عليه. مساء الخير يا استاذ خالد. اهلا. اهلا يا استاذ اشرف. ازيك يا استاذ خالد؟ ايه النور ده؟ الحمد لله. انا قلت انك انت بطلت تجينا اسكندريه، قلنا نجي لك احنا هنا مصر. معلش مشاغل. المره دي بقى انت في ارضي ولازم تاخد حاجه. ماشي اهو، يبقى عيش وملح. هو يعني لازم كل مره نتقابل في مكان معقد كده؟ المفروض تكون اتعودت يا حبيبي، دي تالت مره نتقابل. المرة الجاية ممكن رجلي تفلت من على الصخر ورقبته تتقطم. مش لما تطلع لك رقبة الأول. خير؟ طالبني ليه؟ شكل أشرف كده يا حبيبي مش هيكمل معانا. ليه؟ انكشف؟ انكشف إيه يا حبيبي؟ ألف مرة قبل كده قلت لك مش ممكن حد يشتغل معايا وينكشف. أمال مش هيكمل ليه؟ عشان أنا مش عايزه يكمل. طب أنا مال؟ بعت لي أنا ليه؟ أنا عن نفسي بجيب لك أخبار المينا أول بأول. أصل يا حبيبي أنا عايز معلومات جديدة. أكتر من كده؟ المرة دي مش عن السفن. امال عن ايه؟ عن واحد قريبي. قريبك انت؟
ايوه يا حبيبي، في الورقه دي كل المعلومات عنه، عايزك تقراها وتحفظها كويس وبعد كده تحرق الورقه زي كل مره. مفهوم. يعني ما قلتليش ان في موظف جديد اشتغل في المينا. موظف ايه؟ مدحت. وانت عرفته منين؟ جرايه يا عبد البديع، مش قلتلك ان انا بعرف كل حاجه؟ اريتوب هاي، قلقتني قوي لما طلبت مني اني اجي متاخر كده. طمنيني، عملت ايه مع هايدي؟ في ايه؟ ارجوك سوناتا قولي لي عملت ايه مع هايدي لو سمحتي. ما عملتش حاجه. يعني ايه ما عملتش حاجه؟ هربت من الموقف برضه زي عوايدك، وبعدين في الاخر هتحمليني المسؤوليه وتتهميني بالتقصير. مالك هاير؟ ما هي مشاكل هايدي هي نفس مشاكلها طول العمر. طبعا، وانت على بالك حاجه، انت سوناتا الجميله عضو الكنيست، رئيسة اللجنة الاقتصادية، نجمة من نجوم المجتمع الإسرائيلي. في إيه هاير؟ مالك النهاردة؟ أنت متوتر جدا على فكرة، وبعتلي عشان تصب توترك عليا. أنت متصور إن أنا هستحمل منك اللي ما استحملتوه زمان؟ أنت عمرك ما استحملتيني لا زمان ولا دلوقتي، أنت حتى بنتك ما استحملتهاش. أنت طموحك أكبر بكتير قوي من عواطفك. جنرال، احنا كده خرجنا عن الموضوع، احنا بنتكلم عن هايدي مش عني انا. مفيش فرق، المهم انك انت معرفتيش تعملي معاها حاجة ولا تقنعيها انها تبطل الافكار البايخة اللي في مخها دي. يا هاير، البنت مش عاوزة تسمع كلامي، انا مش قادرة اقرب منها لدرجة ان انا فكرت يعني اني انك تصرحيها. مظبوط. ما انتش هتقدري. قصدك ايه؟ قصدي ان اسلوب الدلع ده ما عادش نافع. انا في الاول سكت لها، هي ما صدقت، سابت في البيت وراحت اجرت استوديو في احقر حي من احياء تل ابيب، في دماغها انها كده بقت حره. لكن لا. انت ناوي على ايه يا هاير؟ هنسى انها بنتي واعاملها بطريقتي الخاصه. مع هايدي؟ مع اي بني ادم يهدد امن اسرائيل او امني انا الشخصي.